بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة على السؤال 12 من اختبار الفيرست لمارس 2018. السؤال بيقول لي find an equation of the line passed through the point negative 1 و 3 and perpendicular to the line 2x plus y plus 1 equal 0. أنا عايز معادلة الخط المستقيم اللي بيمر في النقطة سالب واحد وتلاتة وفي نفس الوقت عمودي على هذا الخط المستقيم مبدئيا. لو أنا عايز أجيب معادلة الخط المستقيم، وليكن الخط المستقيم اللي أنا عايز أجيب معادلته هسميه L واحد، اللاين الأولاني. لو أنا عايز أجيب معادلة الخط المستقيم لابد إن يكون عندي حاجتين، نقطة وميل. تاني، لإيجاد معادلة أي خط مستقيم لابد ان يكون عندك نقطة وايه وميل، نقطة وايه وميل. طب انا لو عندي نقطة اسمها اكس صفر وواي صفر، نقطة اسمها اكس نود واي نود، وميل اسمه ام، ايه هي المعادلة؟ المعادلة ببساطة واي ناقص واي نود بتساوي ام اكس ناقص اكس نود. خلاص، يبقى انا لو عندي نقطة وميل هعوض هنا في المعادلة، طلعت معادلة الخط المستقيم. السؤال ايه اللي عندي هنا؟ اللي عندي النقطة، باقي لي مين؟ الميل. السؤال احسب الميل ازاي؟ الميل حسابه لن يخرج بره خمس حاجات. عشان احسب الميل، تحسب الميل من خمس حاجات، في خمس طرق لحساب الميل طبعا على حسب المعطيات. لو انا كان عندي نقطتين على الخط، لو انا كان عندي نقطتين على الخط، يبقى الميل فرق الوايات على فرق الاكسات، يعني واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، ده الميل. خلاص خلصنا منها. لو عندي نقطتين يبقى الميل واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، ده اول طريقة. الطريقة الثانية، لو عندي خطين مستقيمين متوازيين، خطين متوازيين، وعندي ميل الخط الاولاني، يبقى ميل الخط الثاني ببساطة هو يساوي ميل الخط الأولاني. خلاص، يبقى لو كان قايل لي في المسألة إن الخط اللي هو عايز معادلته ده يوازي خط تاني، خلاص لو أنا عارف ميل الخط التاني ده يبقى أنا عرفت الميل ده. الطريقة التالتة، لو كان الخطين متعامدين، ميل حاصل ضرب ميل الخطين المتعامدين بسالب واحد. بمعنى لو انا عندي خط وعارف ميله والمطلوب هو معادلة الخط العمودي عليه، يبقى ميل الخط العمودي هو بيساوي سالب واحد على ميل الخط اللي موجود. بس يبقى ميل حاصل ضرب ميلين الخطين المتعامدين بكام؟ بسالب واحد. الحاجة الرابعة، لو انا عندي الخط المستقيم بس مديني ميل او مديني زاويته على محور اكس، يبقى مديني الزاوية اللي بيميل بيها على محور اكس، يبقى الميل ايه هو؟ تان الزاوية. يا سلام. طيب اخر حاجة، اخر حاجة دي ممكن حضرتك ما تشوفهاش دلوقتي خالص، تشوفها ان شاء الله في كالكولاس ايه. لو انت عندك الواي، المعادلة واي بتساوي اف اوف اكس، معادلة واي بتساوي اف اوف اكس، واي بتساوي مثلا اكس تربيع، واي بتساوي اكس تكعيب زائد 5 اكس، واي بتساوي معادلة يعني، وجاب لك وهو عايز الميل عند اكس بتساوي رقم معين، قال لك احسب لي الميل عند اكس بتساوي 2، الميل بكام؟ هو عبارة عن المشتقة الأولى للمعادلة عند نفس الاكس. يبقى المشتقة عند الايه؟ عند الاكس بتساوي ايه؟ ده الميل. هقول لك انسى دي دلوقتي خالص، انسى دي، بس ابقى افتكرني، ابقى افتكرني لما تاخد الديفرنشيشن هتعرف تحسب الميل عند بوينت. anyway، يبقى دلوقتي خلاص موضوع الميل قدامكم يا شباب بقى واضح تماما. عندنا نقطتين على الخط، يبقى الميل فرق الوايات على فرق الاكسات. عندنا تو بارالل لاين ميلهم مساوي بعض. عندنا تو بيربنديكولار لاينز ميلهم حاصل ضرب ميلهم بسالب واحد. عندي لاين وعندي زاويته اللي بيميل بيها على محور اكس، يبقى الميل بتساوي تاني الزاويه. اخر حاجه المشتقه عند البوينت ايه. ايه اللي موجود هنا؟ اللي موجود هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الخط المستقيم اللي انت عايزه ده عمودي على هذا الخط. طب سؤال، عمودي على هذا الخط، يبقى ميل الخط رقم واحد ده هو عبارة عن
سالب واحد على ميل الخط ده، صح ولا لا؟ مش ده عمودي؟ طيب اجيب ازاي ميل الخط المستقيم؟ لو الدكتور مديني معادلته اجيب ميله ازاي؟ ببساطة، لو المعادلة واي تساوي رقم في اكس، تاني اكرر، واي بتساوي رقم في اكس، واي يعني واحد، واي مفيش رقم قبل الواي غير الواحد، واي بتساوي رقم في اكس، واي تساوي رقم في اكس، يبقى الميل هو الرقم اللي قدام الاكس. خلاص خلاص. لو معادلة زي دي، يعني ايه معادلة زي دي؟ يعني كل اطراف المعادلة في طرف واحد والناحية التانية بصفر، الميل بكام؟ الميل يساوي سالب معامل الاكس على معامل الواي. يا سلام عليك، يبقى لما المعادلة تيجي كده الميل يساوي سالب معامل الاكس، سالب معامل الاكس مقسوم على معامل الواي. اذا ميل الخط ده سالب 2. ليه؟ عشان سالب معامل الاكس اللي هو سالب 2 على معامل الواي يعني سالب 2. طالما الميل ده بتاع العمودي سالب 2، يبقى ميل الخط اللي انا عايزه سالب 1 على 2، او صح؟ سالب 1 على سالب 2 يبقى كام؟ يبقى نص. انا دلوقتي صار عندي الميل، وعندي اصلا في البداية نقطة على الخط، اعوض في المعادلة دي واي ناقص 3 بتساوي السلوب اللي هو هاف في اكس ماينس ماينس 1. لو انا ضربت المعادلة كلها في 2 عشان اعمل سمبليفاينج بس ابسط، يبقى 2 واي ناقص 6 بتساوي اكس زائد 1، اودي بقى 2 واي وناقص 6 من الليفت هاند سايد او اديهم الرايت هاند سايد، بقت اكس ناقص 2 واي زائد 7 بتساوي 0. لو دورت فين الايكويشن دي الاقيها، الاقيها ان هي تشويس سي، الاختيار سي اللي هو اكس ناقص 2 واي زائد 7 بتساوي 0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.